الفنان كريم فهمي ولا على باله طلاق اخوه من الفنانة هنا الزاهد بعد قصة حب طويلة وزواج استمر لمدة 4 سنين، وقرر يحتفل بعيد ميلاد مراته دانيا بكلام رومانسي على انستجرام بيقول لها فيه شكرا على كل حاجة. قرر كريم فهمي انه يحتفل بعيد ميلاد مراته قدام كل الجمهور، ونشر الفنان كريم فهمي صور على انستجرام وهو بيحتفل فيها بعيد ميلاد مراته دانيا البناوي، وقال لها مهما اتكلمت عنك مش هيكفي الكلام، يا ما تحملتي عصبيتي ويا ما استحملتيني ماديا واستحملتي ازمات منتصف العمر واستهبالي ووقفتي جنبي من البداية مع اني مقصر في حقك، علشان كده قررت اقولك في عيد ميلادك انا اسف على اي لحظة تعبتي فيها او زعلتي فيها مني، شكرا على كل حاجة بتعمليها لينا. ومعروف عن زوجته انها حمالة اسية، وظهر اكتر من مرة في لقاءات تلفزيونية وقال انها استحملتني كتير، ورغم اني كنت طايش في الاول الا انها اتمسكت بيا واحتوتني، وكمان طلع قبل كده وقال هي عملت فيا مقلب واحنا مرتبطين، وعملت اكاونت فيك وحطت عليه صورة بنت حلوة، لقيت البنت تبعتالي هاي وانا طبعا رديت عليها وقلت لها هاي وبدأنا نتكلم كتير، وكل ده وانا مرتبط بمراتي، وبعدها اكتشفت ان مراتي بتختبرني، وحاطه صورتها اصلا بس مغيره لون شعرها وعاملاه احمر، وانا كل ده عمال اتعرف على مراتي من اول وجديد، وفي الفتره دي بعدت عني وسابتني، بس انا حفيت على دماغي علشان اعرف ارجعها تاني، ومن ساعتها بقى وانا ماشي زي الالف. ورغم جدعان الدنيا زوجة الفنان كريم فهمي، الا ان دايما في اشاعات بتتردد عن وجود مشاكل بينها وبين الفنانه هنا الزاهد، وان المشاكل دي كانت السبب في انفصالها عن الفنان احمد فهمي، واللي اكد الخلافات ان الفنانه هنا لغت متابعتها على انستجرام للفنان كريم فهمي ومراته اللي كانت علاقتهم ببعض كويسه جدا ودايما بيظهروا مع بعض سوا في الحفلات والمناسبات، وكمان كانوا بيشاركونا السفريات اللي بتجمع بينهم. وهنا الزاهد ودانا زوجة الفنان كريم فهمي، ورغم ان كل مستخدمي السوشيال ميديا لاحظوا الغاء هنا الزاهد متابعة الفنان كريم فهمي وزوجته دانا على انستجرام، لكن هم ما علقوش باي حاجة ولا نزلوا توضيح للجمهور ولا رد بيأكد الخلاف او العكس. حتى لما الفنان احمد فهمي اعلن انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد بشكل رسمي برضو التزموا الصمت وما اتكلموش عن اي حاجة ولا علقوا على خبر انفصالهم برغم صداقتهم ببعض، وده خلى الناس تشك فعلا ان كريم فهمي ومراته كانوا سبب من اسباب انفصالهم. وطلعت الفنانة هنا من يومين واتكلمت عن انفصالها وقالت ان انا واحمد صحاب قبل اي حاجة وبيننا عشرة وزواج كبير، واللي هيتكلم عن احمد هحط صباعي في عينه. وكمان قالت الناس فاكرة ان حياة الفنانين وردية، الحياة دايما فيها مشاكل وصعوبات واوقات حلوة واوقات وحشة، وطلاقي من احمد مش معناه انه شخصية وحشة ولا معناه برضو انه وحش، علشان الزواج والطلاق ده نصيب من عند ربنا، بس هي اتعودت على المشاكل اللي بتحصل بين الفنانين لما بيتطلقوا وفاكرين انهم عايشين علشان يهزقوا بعض بعد الانفصال. بالعكس انا واحمد انفصلنا بشياكة والموضوع تم برقي واحترام سواء من ناحيتي او من ناحيته، وهفضل احترم احمد طول عمري ولو شفته هسلم عليه طبعا ومفيش بيني وبينه اي كره. وما تنسوش تقولولنا لو خطيبك عارف واحدة عليكي هيكون رد فعلك ايه؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.